نخرج من الرياضه ندخل على كذا واقعه بقى كده. النهارده او امبارح بالليل في اخر الليل بصينا لقينا فيديو لدحيح. اوكي. الدحيح برضو عشان احمد الغندور. احمد الغندور ده شاب مصري من النابغين في صناعه المحتوى العلمي باسلوب شيك وراقي. اشتغل على كذا منصه واخيرا راح لمنصه اماراتيه وبدا يعمل منهم من خلالها حلقاته الجديده، وطلع باول حلقه وكان سميها الملل. منين الملل؟ الفيديو عمل 1,300,000 في اقل من 12 ساعه وكان ترند، كان رقم واحد في مصر. طيب ايه اللي حصل بقى؟ خليك معايا بقى. اول ما طلع الفيديو النهارده الصبح بصينا لقينا على تويتر الدحيح الدحيح الدحيح. نعم. رقم واحد في مصر. لا قبل قاطع الدحيح، ما تحرقوش المفاجأة. أول حاجة الدحيح الدحيح رقم واحد في مصر دعما وتأييدا وحبا وانتظارا لأحمد الغندور بعودته. شوية بصينا لقينا هاشتاج مضاد اسمه قطعوا الدحيح. بعض الناس ما عجبهاش الفكرة فبدأت تهاجمه. هاجمته ليه؟ قالك إن الشركة دي هي شركة مع شركة إسرائيلية. لا مش مع شركة إسرائيلية، الشركة اللي هي المنتجة بتنتج محتوى لقناة اسمها ناس ديلي. دي شاب فلسطيني من عرب 48 فلسطيني وبيعمل محتوى ومحتوى بتاعه جيد، وان كان بامانه كان ليه سقطه كده ليه علاقه ب يعني عدم يعني عايز اختار اللفظ الصحيح. هو جه لا اثناء الهجوم على الشيخ جراح خد موقف مايع. هو موقف بس المفروض موقف سياسي. موضوع سياسي. انا قريت ايضا ان احدى الشركات المشاركه في الانتاج لها علاقة بإسرائيل وهي اللي بتقوم بعملية مركز تدريب، ومركز التدريب ده متعاون في هذا البرنامج علشان كده كانوا يعني أنا قريت حاجات كتير. ما هو من عرب 48 أنا عارفه يعني لا. معناه أنه لدي الجنسية لا لدي الجنسية الإسرائيلية الجنسية الإسرائيلية ويتعامل مع شركات داخل إسرائيل. لا هي شركة إماراتية بتنتج محتوى عندها مجموعة من القنوات. نعم. زي يعني في أكتر من شركة في أمريكا بنفس النمط بتاخد مجموعة من الانفلونسر أو صناع المحتوى وتعمل نتورك من خلالها وتنتج لهم إنتاج احترافي. فكان منها ناس ديلي، فهي شركة. هو الفكرة كلها في ناس ديلي نفسها، هي عشان المحتوى بتاعها وعشان موقفه. أنا بأمانة أنا كنت من معجبين القناة، لكن في اللقطة فيما حصل الأحداث الأخيرة كان موقفه مايع، لأنها في الأساس هي قضية إنسانية، ضرب ناس وتهجير ناس من بيوتهم بغض النظر عن جنسهم أو دينهم، فهي قضية إنسانية بالأساس. فهو كان موقفه مايع جدا.